في هذا الفيديو سنبحر معاً في رحلة عبر الزمن لنستعرض سيرة وإنجازات واحد من أعظم العلماء الذين تركوا بصمتهم الخالدة في تاريخ الإنسانية، وهو العالم الفذ محمد بن أحمد البيروني. يعتبر البيروني من ألمع نجوم العصر الذهبي الإسلامي، إذ جمع بين عبقرية العقل وروح الفضول العلمي، وقدم إسهامات استثنائية في مجالات متعددة مثل الفلك والرياضيات والجغرافيا والفيزياء والأنثروبولوجيا، مما أكسبه شهرة واسعة حتى في عصورنا الحديثة. نشأة البيروني وبداياته العلمية. ولد محمد بن أحمد البيروني في عام 973 ميلادية في منطقة خوارزم، تلك البقعة التي كانت آنذاك ملتقاً للثقافات والحضارات المتنوعة. نشأ في بيئة غنية بالعلوم والمعارف، حيث كان الاهتمام بالعلم والبحث العلمي راسخاً في تلك الديار. منذ نعومة أظافره، أظهر البيروني شغفاً غير عادي بالتعلم والاستقصاء، فكان يقضي ساعات طويلة في مراقبة السماء ودراسة الظواهر الطبيعية من حوله. وقد تميز بتفكيره النقدي والمنهجي، إذ لم يكتفي بما يروى عنه من علوم تقليدية، بل سعى إلى التحقق والتجريب ومراجعة المعارف القديمة لإثرائها بملاحظاته الدقيقة. رحلة البحث والاكتشاف. كانت رحلة البيروني العلمية رحلة شاقة وحافلة بالتحديات، إذ انطلق في طلب العلم في عصر لم تكن فيه الإمكانيات في متناول الجميع. ورغم ذلك، استطاع أن يحدث ثورة في طريقة فهمنا للكون والعالم من حولنا. قام البيروني بجولات بحثية واسعة، حيث تنقل بين مراكز العلم والمعرفة في بلاد الدولة الإسلامية، واستفاد من تجارب العلماء الفريدين الذين سبقوه. وقد أثرى المكتبة العلمية بأعماله التي جمعت بين الدقة الرياضية والعمق الفلسفي، فكان دوما يبحث عن إجابات دقيقة لكل سؤال يطرأ على ذهنه، مستعينا بالملاحظة والتجريب كأدوات أساسية للوصول إلى الحقيقة. إسهاماته في علم الفلك. يعتبر البيروني أحد رواد علم الفلك في العصر الإسلامي، فقد تميز بدراسة حركة الكواكب والنجوم والظواهر السماوية بدقة لم تكن معهودة آنذاك. قام بتطوير العديد من الأدوات والأجهزة المستخدمة في الرصد الفلكي، مما ساعده في قياس مواقع الأجرام السماوية والزوايا بدقة متناهية. ومن أشهر إنجازاته في هذا المجال كانت قياسه لمحيط الأرض، حيث اعتمد على أساليب رياضية معقدة وملاحظات دقيقة أدت إلى تقدير مقارب للحقيقة. كما درس البيروني في كتبه ظواهر الكسوف والخسوف، وقدم تفسيرات علمية دقيقة لها، مبينا أن الكون نظام مترابط يخضع لقوانين رياضية دقيقة. ولم يقتصر اهتمام البيروني على علم الفلك النظري فحسب، بل كان من أوائل من جمعوا بين الفلك والملاحة البحرية، حيث اهتم بدراسة خرائط النجوم ومواقعها لتوجيه السفن في البحار الواسعة. وقد ساهمت ملاحظاته وطرقه الحسابية في تحسين دقة الملاحة البحرية وتحديد الاتجاهات بدقة أكبر، مما مهد الطريق لتطور علوم الجغرافيا والملاحة في العصور اللاحقة. الإنجازات الرياضية والهندسية. لم يكن البيروني عالم فلك فحسب، بل كان رياضيا بارعا استطاع أن يحدث ثورة في مجال الرياضيات والهندسة، فقد قام بتطوير أساليب جديدة لحل المعادلات الرياضية، واستخدم الأساليب الهندسية في تحليل المشكلات الفلكية والجغرافية. وكان لديه شغف خاص بدراسة الأشكال الهندسية وعلاقتها بالمفاهيم الرياضية، مما جعله يستخدم تقنيات مبتكرة لشرح النظريات الرياضية وتوضيحها بطريقة سلسة وعملية. وقد كتب البيروني العديد من المؤلفات التي تناولت مواضيع الرياضيات المتقدمة، حيث سعى إلى تبسيط المفاهيم الرياضية المعقدة وتقديمها بأسلوب علمي دقيق يمكن أن يستفيد منها الباحثون والمهندسون في مختلف المجالات. ومن خلال هذا العمل،
ساهم في نقل المعرفة الرياضية إلى مستوى عالمي وأثرى المكتبة العلمية بطرق جديدة للتفكير والتحليل. إسهاماته في الجغرافيا والمساحة. لا يمكن الحديث عن البيروني دون الإشارة إلى إسهاماته الكبيرة في علم الجغرافيا، فقد كان من أوائل العلماء الذين اهتموا بدراسة الكرة الأرضية وأشكالها بشكل علمي ودقيق. استخدم البيروني أساليب حسابية مبتكرة لقياس المسافات والارتفاعات، كما درس توزيع المناخ والبيئة في مناطق مختلفة من العالم. كان لديه اهتمام بالغ بمعرفة خصائص البلدان والشعوب، حيث جمع بين الرحلات الميدانية والملاحظات الدقيقة لإعداد خرائط جغرافية مفصلة. واحدة من أبرز أعماله في هذا المجال كانت دراسته لعلم المقياس والمساحة، حيث قدم طرقاً لحساب المسافات بين النقاط على سطح الأرض بدقة متناهية، واستفاد في ذلك من ملاحظاته الفلكية والرياضية لتحديد المواقع الجغرافية وتحديد خطوط العرض والطول. إن هذه الإسهامات ساعدت العلماء اللاحقين في تحسين خرائط العالم وفهم التوزيع الجغرافي للكواكب والبلدان. علاقته بالثقافات الأخرى. لم يكن البيروني عالماً محصوراً في حدود الفكر الإسلامي فحسب، بل كان جسراً بين الحضارات والثقافات المختلفة، فقد قام بدراسة الحضارة الهندية عن قرب، وكتب عن عاداتهم وتقاليدهم وعلومهم بأسلوب علمي موضوعي. ومن أشهر مؤلفاته في هذا المجال كتاب الآثار الهندية، الذي يعد مرجعاً هاماً للتعرف على تاريخ الهند وثقافتها في تلك الحقبة. وقد أعطى البيروني قيمة كبيرة للتعددية الثقافية، معتبراً أن تبادل المعارف بين الشعوب هو السبيل الأكيد لتقدم البشرية. فكان يتناول العلم بشكل شامل، يجمع بين تجارب الحضارات المختلفة وينتقي منها ما هو مفيد ويسهم في بناء جسر من المعرفة المشتركة. وبهذا التصور، أسهم في نشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب، مما جعل أعماله مرجعاً عالمياً يتناوله العلماء من مختلف الأديان والثقافات. منهجية البيروني في البحث العلمي. تميز البيروني بمنهجيته العلمية التي استندت إلى التجريب والملاحظة الدقيقة قبل الوصول إلى الاستنتاجات. لم يكن يقبل بأي معلومة دون أن يتحقق منها أولاً، فقد قام بتوثيق ملاحظاته ونتائجه بدقة متناهية في مؤلفاته. وكان يرى أن العلم هو السبيل الوحيد لفهم أسرار الكون، وأن التجربة العملية هي المفتاح للوصول إلى الحقيقة. اعتمد البيروني في أبحاثه على منهج علمي مبني على الأسس الرياضية والمنطقية، مما أكسبه مصداقية كبيرة في عصر كان يعتمد فيه الكثيرون على التقليد دون مراجعة نقدية. وقد أثر هذا المنهج في تطور العلوم لاحقاً، حيث اعتبر نموذجاً يحتذى به في البحث العلمي، وألهم العلماء في مختلف العصور لتبني نهج التجريب والتحقق في دراساتهم. إنجازات البيروني في دراسة التاريخ والثقافات. إلى جانب إسهاماته في العلوم الطبيعية، اهتم البيروني بدراسة التاريخ والثقافات المختلفة، وكان من أوائل من قاموا بتحليل الحضارات بشكل منهجي وعلمي، فقد درس تاريخ الأمم القديمة والأحداث التي شكلت مسارات الحضارات المختلفة، محاولاً الربط بين التطور العلمي والثقافي لتلك الشعوب. وقد كتب في هذا المجال العديد من المؤلفات التي تناولت مقارنة بين الثقافات المختلفة، مسلطاً الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بينها. وفي مؤلفاته عن التاريخ، اعتمد البيروني على المصادر الموثوقة والملاحظات الشخصية، مما جعله يقدم رؤية شاملة ومتعمقة عن حياة الشعوب والأمم. كان يرى أن التاريخ ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو مادة علمية يجب دراستها وتحليلها للوصول إلى فهم أعمق لطبيعة الإنسان والمجتمع. ومن هذا المنطلق، ساهمت أعماله في بناء جسر من الفهم المتبادل بين الماضي والحاضر، وأثرت في العديد من الدراسات التاريخية اللاحقة.
لقد كان البيروني جسراً بين الماضي والحاضر، حاملاً للمعرفة التي تزهر في عقولنا وتدفعنا نحو آفاق جديدة. إن سيرته وإنجازاته لم تكن مجرد صفحة في كتب التاريخ، بل كانت دافعاً ملهماً يدفعنا إلى استكشاف المجهول وتحدي القيود التي قد تحول دون تقدمنا. هو مثال حي على أن السعي وراء الحقيقة لا يتوقف عند حدود زمنية أو جغرافية، بل هو رحلة دائمة تثري الروح وتفتح آفاق الفكر البشري. نتمنى أن يكون العرض قد أعطاكم لمحة شاملة عن حياة وإنجازات محمد بن أحمد البيروني، ذلك العالم الذي جمع بين الذكاء الفذ والعزيمة الصلبة في سبيل نشر المعرفة. فلتكن قصته درساً لنا جميعاً في التواضع أمام عظمة الكون، وفي الإصرار على البحث عن المعرفة مهما بدت التحديات. وبذلك نختم رحلتنا عبر ذكريات هذا العالم الذي سطر اسمه بحروف من نور في سماء العلم والمعرفة. إن إرثه يستمر في إلهام الأجيال القادمة، لعلنا نستطيع من خلال استلهام منهجه العلمي وروحه الباحثة أن نحدث فرقاً حقيقياً في مجتمعاتنا ونساهم في بناء مستقبل مشرق مبني على أسس المعرفة والابتكار. شكراً لكم على متابعتكم، ونأمل أن تكونوا قد استمتعتم برحلتنا التاريخية مع هذا العالم العظيم، وأن تكونوا قد وجدتم في سيرته حافزاً للاستمرار في اكتشاف أسرار الكون والمضي قدماً في دروب العلم والمعرفة.